مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من صريح جدا. موضوعنا تاع نهار اليوم راح يكون ما رأي الجزائريين في زواج الأقارب وما هو الهدف منه. تابعوا معايا. مدام بصراحة وش رأيك في زواج الأقارب؟ زواج الأقارب نورمالمون هي حاجة مليحة كي يكونوا متساعدين وكيكونوا متعارفين. زواج الأقارب سي ان بروبليم اختي. مو شفيك توتالمون كونتر. كاين اللي يصدق وكاين اللي ما يصدقش. زواج الأقارب هذا ما نحبوهش يا باسكو فيه مشاكل بزاف. ماشي مليح باسكو فاميليا. علاش الفاميليا كيتلموا ماشي مليح؟ ماشي مليح غير المشاكل. زواج الأقارب أنا من عندي ما كاش منه. علاش؟ ياخو واش غنقول لك انا اختي كاين بزاف دي بروبليم يزراو مور زواج الاقارب. سي لي فيتور انفون اي بيف اتر فريمون دي زانديكاب سا سي لا بروميير دي شوز اوتر شوز سا دير بور كو لو كوبل مان اون في جو دي بيان مان اون تري بيل في باسكو سي با فوار ان مارياج انتر كوزا اي كوزين اوتوماتيكمون سي لي بارون دو لا فام كي انترفيان بور لور في سي توت افي نورمال باسكو سي لور في اي بي لي بارون du monsieur, ils doivent intervenir. Pourquoi? Parce que c'est leur fils, c'est dans la nature humaine quand même. Et puis par la suite, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Si dans le cas il y aura ce qu'on appelle une séparation, je dis bien une séparation, il y aura les deux familles éparpillées. Donc il y a un bukri qui a dit que l'Aqareb a évité le maximum. Parce qu'il y a un fédéré dans le cadre de leur famille, il y a des gens qui sont sortis de l'Aqareb. Il y a des gens qui sont sortis de مي وشنو هكذا كي تكوني هكذا ما كاين لا فامي لا والو. تحيه زواج طفله عرفتي طفله مع الباليش انا حبيتيها حباتك وربي يتمم. انا بور موا زواج الاقارب كونتر. كي تزوجوا بيناتهم داروا غلطه باسكو من بعد الاولاد يكونوا مرضى ما يستقروش في حياتهم باسكو حاجه انورمال. نورمالمون يبعدوا خير. زواج الاقارب لا هذا وين زاكت. انا ديت بتاع 100 بالزاكت زاكت عليا. علاش؟ ايه المشاكل بين العائلات. الفاميليا غير ما كان له اخذي براني ولا لا انا ندمت كان اخذت قوريه ولا عربيه. وزيد بزياده على جال الاولاد باش الاولاد يجيو صحاح. تزوج بنتك لوليد عمها ولا وليد خالها؟ انا مديتها البراني علاش؟ اخذها انا الفاميليا لا اله الا الله محمد رسول الله ما كاش فاميليا ما كاش. كانوا بكري بنتي والله غير مليح دوقا ولاو يخرجوا الدعايات باللي اللي يكون دمهم كيف كيف ماشي مليح و... ايه وانتيا معاه ولا ضده؟ ها؟ انتيا معاه ولا ضده؟ يا عمري انا ما ضدهم ما معاهم. واش رايك انت مثلا لو كان بنتك ولا ولدك يحب يدي بنت عمه ولا تحب تدي ولد عمها ولا ولد خالها تقبل؟ هما عمري ولا غنقبل نورمال خاطرش ربي اللي يدير. والله يا عمري غير كلش ربي. هادو المرضى كاع يتيك داو هكذاك ما كاش منها عمري. اكتويلمون سا ديبون لا مونتاليتي دي دو بيرسون دونك سي لور ان بروبليم بيناتهم يفون بيردر لور فامي. هذا هو المشكل نتاع الزواج الاقارب. يقولوا الاقارب تخرج شغل ذريه ماشي نورمال والله اعلم. بكري لي فامي هادا يتزوج بهذا ودايور ميديكالمون على بالك يبوف افوار دي زونفون مالاد لا كونسونغينيتي سي ان بروبليم. صراو مشاكل بين دارنا ودار الطفله كي شايفه سيرتو يكون وليد العام بنت الخاله كي شايفه. ايوا انا ما نحبوش زواج الاقارب وكل واحد وكيفاش يعني بور ايفيتي لي مالادي ولا ليكسبلوزيون تاع الفاميلي. كي زوج مع هذا قريب سما عندو لا سيكيتي معاهم فهمتي سما فاميليا هكذا يلموا الشم. هذا كيتفاهموا بيناتهم خير ما واحد ما يعرفوش اذا مليح ولا ماشي مليح. ولا زوج اقارب اختي كيما نقولوا هنا كاين يصلح وكاين ما يصلحش وهذه هي سما قد زوج اقارب قد تكون فاميليا ماهوش متفاهمين في بعضهم قادرين يلمهم وقادرة كيما نقولوا حنا قادر ما يلمهمش قادر مثلا كيما نقولوا حنا زواج عقار فاش مش مليح انه قادر تجيب ولادك معوقين ولا كذا مرور الدعوه. الواحد عاقل منا واحد عاقل منا والتربيه سي تري امبورطون لي لي فوالا سكي امبورطون دون المارياج سي با ان كيستيون دو كوزان با كوزان يفو اون بون انتونت هذه هي لو ميم ميليو لا ميم مونتاليتي العقل التربيه هذه هي.
وكما شفنا أعزائي المشاهدين أنه معظم الجزائريين كانوا ضد زواج الأقارب. نتمنى يكون عجبكم هذا الموضوع. ابقوا على خير في عدد قادم إن شاء الله.